السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير والبركات. نحيي الشرفاء والشريفات، الأحرار والحرمات. أهلا، الأفاضل والفضليات والفاضلات. إذن خلال هذا الصباح سنتقاسم معكم ما تيسر. نحن في اتجاه يعني مقر اللي غادي نجلسو، اللي غادي نشوف المستجدات، ومن بعد احتمال خلال هذا الصباح ندير معكم واحد اللايف. اذا نكونوا في الموعد، وما تنسوش دائما بارتاجوا على نطاق واسع حتى تعم الفائدة، وتدعمونا وتدعم هذه القناة المتواضعة. إذا كلكم زبدة، ومنين غادي نبدأ؟ إذا دقت ساعة الحسم، ساعة الحسم. وكما يعلم الجميع غدا الثلاثاء 25 أبريل، كما هو مبرمج، يعني سيكون هناك لقاء بين الأستاذ الفاضل شاكيب بن موسى والنقابات الأكثر تمثيلية. غادي نشوفوا واش الفنوتة هي غادي تكون ولا لا. أن الفنو راه مقع في اتفاق المرحلي ديال 18 يناير، رغم أنها ما وقعتش في 14 يناير، ولكن هذا الشيء اللي غادي يخرج إلى الوجود وغادي يتنزل وتهم الشغيلة قاتبة، فراه تهم حتى الفنو، وخاصها تكون متواجدة، لأن النظام الأساسي كانت حاضرة فيه، والانطلاقة ديالو يعني راه دارت في 18 يناير، 18 يناير 2022، رغم أن الاتفاق ديال 14 يناير ما حضرتش فيه، ما وقعتش، وللإشارة في 14 يناير كان يخص فقط يعني التوقيع على المحضر ديال المبادئ المؤطرة للاتفاق، المبادئ الأساسية اللي تم ترجمتها وفق هذيك اللجنة الإدارية التقنية اللي سهرت على التدقيق في المراسيم، مشاريع المراسيم. لهاد المشاريع المراسيم والنصوص التنظيمية والنظام الأساسي كان جاهزا في نهاية دجنبر، باش نكون واضح. إذا هذيك المبادئ الأساسية راه غير ما وقعتش عليها في شهر تسعود، ولكن اللجنة العليا ما عطلتهاش والتجت إلى المذكرة سونتر وفوديسات المنظمة للعلاقات بين النقابات والمصالح الإدارية، وايضا لجنه التحكيم، وعقدوا انذاك لجنه تقنيه انكبت على صياغه النظام الاساسي من شو تنبير، وانتهوا منه شهر 12 النهايه ديالو 2022. اذا باش يكون العمل تشاركي توافقي الى اخره، يعني بعد ما حققوا يعني داك التوافق بين هذوك النقابات الأربع، إن لم نقول النقابة الرابعة ديال السيدي تي هي اللي تيكون دائما مع خلاف الآخرين، راهما دائما مصطفين إلى جانب الحكومة كالعادة.
معروفين هذوك النقابات منذ زمان، اي حكومه تجي تكون يعني رتهم مصبعهم في فيها الامور، تكونوا تيسايروا جميع الحكومات بينهم منذ ازل. اذا كانت سي دي تي والفنون سي دي تي تاهي حقت انذاك المسائل ديالها، وقعت على هذيك المبادئ الاساسيه باش يكون العمل تشاركي، وهذاك الاصلاح ديال المنظومه يعني عمل توافقي تشاركي، وتنزيل النظام الاساسي تيكون فيه توافقي تشاركي الى اخره. اذا هذه المشاريع المراسيم انتهوا الان من التدقيق فيها، مشاريع المراسيم ومشروع المرسوم ديال النظام الاساسي. اذا غدا نتمنوا ان الفنوتية تكون متواجده، لان الاصلاح ديال المنظومه التعليميه وخارطه الطريق راه سناو عليها ووقعوا عليها والتزموا بها حتى هما راه في 18 سنه. اذا الا كانت هناك شي اشياء ما تحققش هذه مساله اخرى. اذا هذا الشيء اللي غادي يتنزل في هو يخص الشغيله التعليميه، وتيرهن يعني المستقبل الشغيله التعليميه. اذا ما غيدارسوا حتى حاجه، ما كاين لا تدارس ولا هم يحزنون. كاين المشاريع المراسيم والمشروع المرسوم ديال النظام الاساسي غيطالعوا عليه ويدوروا 120، وهذاك الشيء راه غادي يمشي للامانه العامه يشد النوبه ديالو حتى يتم المصادقه عليه. فهمتوا اش كاين؟ مزيان. اذا نذكركم بان الملفات اللي يعني انتهوا منها، اللي هي تم الحسم فيها منذ زمان ماشي غير دابا راه في 18 يناير، هذوك مشاريع المراسيم كانت ديال 6 ملفات متصرفين ومن معهم وحامل الشهادات والدكتوراه، انتهوا منهم هذاك تم الحسم فيهم في 18 يناير، لا من تكون ماشي في 14، 18 يناير 2022. لان هذه الملفات كانت انيه توافقيه في عهد امزازي. مشاريع المراسيم كانت في 2018 تتحمل، كانت انذاك خاصه غير التخربيشه ديال قباقاني الحاج العثماني، ما تمش يعني المصادقه عليها من طرف العثماني. وانا ذاك راه باقي نتعقلوا مني كان خرج يعني وزير الماليه بن شعبون، قال لهم انا ما عندي حتى حاجه في الثلاجه، يعني راه باقي حتى حاجه ما كاين عندي، يعني لان يعني رئيس الحكومه هذاك العثماني ما صادقش عليها. وكانت تحمل جوج 18، وكان خاصه غير المصادقه ديال العثماني رئاسه الحكومه ما تصادقش عليها. اذا بالنسبه لبن موسى فنشوفوا بانه راه لن يحقق شيء الا بخلاف بعض الملفات اللي اشرت ليها، لان اللي غادي تكون يعني غتكون الحل ديالها غيكون في النظام الاساسي، هي غتحل كالمبرزين المستبرزين ديروا التوش وصافي، حل ادماج ديال المساعدين التقنيين والاداريين، يعني الاطر المشتركه بين الوزارات هذوك يعني برغبه منهم اللي بغى يدمج في قطاع التربيه الوطنيه الى اخره. لان هذه هي اللي غادي كاين هناك كاين هناك شوف ربما 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 يقدر يعني نشوفوا هذا غير تخمين، ربما يقدر يعني اللقاء ديال غدا يتأجل، وتعازينا الحارة للأستاذ الفاضل أستاذ وزير التربية الوطنية يعني السي شاكب بن موسى في وفاة والديه، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واجعل قبره روضة من رياض الجنة. إثر الوفاة ديال الوالد ديال الفقيد ديال الوالد الفقيد ديال الأستاذ شاكب بن موسى، ربما قلنا ربما يقدر يتأجل اللقاء ديال غدا ربما، وتعازينا الحارة للأستاذ شاكب بن موسى ولجميع العائلة الكبيرة والصغيرة. هذه واحد الملاحظة اللي لاحظناها. إذا شفت واحد الكاريكاتير اللي يثير يعني فعلا
يعني يستحق يعني الوقوف عنده والتأمل فيه. يعني من يطالبوا شكون اللي باغي الزيادة في الأجور، كل شيء تيه السبعه، كل شيء باغي الزيادة في الأجور، ومن يطالبوا منهم شكون اللي ناضل، حتى واحد ما تيه السبعه، كل واحد متكل على الآخر، كل واحد يعني مسني واحدين اخرين يمشي يناضلوا ويجوا ويجيبوا ليه الزياده في الاجور. في حين ان هذه المساله ديال الزياده في الاجور هضرنا فيها، راه ما كاينش شي بند في الاتفاق ديال الحوار الاجتماعي ديال 30 ابريل اللي فيه الزياده في الاجور، فيه تحسين الدخل، فيه تحسين الدخل اميليوراسيون دي ريفوني بار دوتغ بروسيدور، اجراءات اخرى اللي قلنا كمراجعه يعني اشطر الضريبيه، كتخفيض ضريبي، مراجعه بعض الانظمه الاساسيه. هذيك الاجراءات اللي تكون فيها هي عباره عن زياده يعني غير مباشره، ماشي زياده في الاجور اللي تكون محدده للجميع بدون استثناء. معروفه شنو هي الزياده في الاجور، اوغمونطاسيون دي سالير، ماشي هي اميليوراسيون دي ريفوني اللي كاين في الاتفاق ديال 30 ابريل ديال الحوار الاجتماعي 2022 واللي وقعت عليه المركزيات النقابيه، هي تحسين الدخل. من تيبغوا يديروا راه تحسين الدخل اللي تيشيروا لها يعني المركزيات النقابيه اللي هي يعني تتحترم داك الشيء اللي تيتكتب وتحترم نفسها. اما البعض من تيبغوا يخرجوا يركبوا على هذه المسائل ديال الزياده في الاجور، راه هما اصلا موقعين، ولكن ما موقعينش على الزياده في الاجور، موقعين على تحسين الدخل. وهذا تحسين الدخل راه مشى حتى 2024، ان اللجنه اللي شكلوها راه غادي تخدم في افق شتنبر 2023، وغتقدم التقرير ديالها التفصيلي الى اللجنه العليا اللي غتنعقد وفق المؤسسه ديال الحوار الاجتماعي في شتنبر، الدوره ديال شتنبر برئاسه رئيس الحكومه و باترونا، بحضور باترونا هو أمناء العامين ديال اتحادات النقابات العماليه المركزيه النقابيه. اذا ما كاينش شي حاجه ديال الزياده في الاجور نهائيا، ووقعوا هما في الاتفاق في الحوار الاجتماعي ديال 2023 22 وقعوا على تحسين الدخل، ما كاين حتى شي حاجه اسمها زياده في الاجور. اذا ما يجيوش يبقاو يبندخوا في بنادم، وكما نعاود ثاني نزيد ناكد بان الخلاف والنقاط الخلافيه بين يعني النقابه ديال السيدي تي وبين هذاك، لان هي اللي عندها هذاك، هي اللي عندها الخلاف، والخلاف اللي كاين هو حول يعني القانون التنظيمي للاضراب اكدوها، الحريات النقابيه، قانون النقابات، وتعديل مدونه الشغل. هذا هو الخلاف اللي كاين. اما حتى السيدي تي راه قالت لك الوفد ديالها من خرج نهار 20 والتقى برئيس الحكومه، راه خرج قال لك مرت الاجواء جد ايجابيه ومسؤوله، يعني راه المسائل اللي هي اتفقوا عليها ومسائل راه كلها يعني المسائل ناضيه، بحال تيقول لك راه الحكومه التزمت بالمسائل ديالها. وهذا الشيء اللي غادي يتنزل خلال هذه السنه الحوار الاجتماعي، راه ما غير تتمه داك الشيء اللي بقى من الحوار الاجتماعي ديال 2023 2022 30 ابريل، وما تبقى من الاتفاق ديال 18 يناير فقط بالنسبه للحوار القطاعي، ما كاينش شي جديد، ما كاينش شي جديد. ولكن بشرط راه شار لها الممثل ديال الباترونو، قال لك خص النقابه، نقابة اللي معروفة ما تيقول لك النقابات، ولكن معروفة النقابة ديال سيدي تي هي اللي عندها خلاف مع الحكومة، قال لك حتى هي خاصها تلتزم بداك الشيء اللي وقعت في الاتفاق ديال 30 ابريل، وهي وقعت فعلا على القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات وتعديل مدونة الشغل، وهذا الشيء راه دخلوه بحضور يونس السكوري وزير التشغيل، كفاءات وإدماج والهم بحال داك الشيء شانطي راه في شهر 10. اذا انتهى الكلام، عندهم شي حاجه يفكوها بيناتهم. اذا هنا من بعد غادي نطالعوا على شي
اش كاين في ذاك، راح باقي ما طالعش، ومن بعد نعاود نعاودوا نتلاقاو. اذا ما تنساوش تبارطاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعمل فائده، تكثروا من جيم اعجاب لايكات والدور 120. اذا نشوفكم يعني في فرصه اخرى ان شاء الله خلال هذا اليوم، وهذا الفيديو دائما من اجلي يعني تسجيل الحضور ديالنا اليومي، اللي عاهدنا وخدينا واحد العهد على نفسنا اننا ما يمكنش لينا نتوقفوا، وغادي نبقاو يعني نطالب بالحقوق ديالنا ونناضل عبر هذه القناه المتواضعه بدون انقطاع بدون توقف، حتى ننصف نحن الاوائل ضحايا الزنزانه التاسعه، ضحايا الماده 112 تقاعدوا ما فيهم فتاه 2004 2005 يتقاعدوا بالسلم التاسع للاسف الشديد. اذا كاينين هناك ملفات اخرى سنتطرق اليها، بحال المقصيين من خارج السلم، لبعض الاخوان قال لك علاش ما تديرش هذا الموضوع الى اخره. فباش نذكركم حنا ملي كنا تنجيستي فيها دائما تنقول لكم ملي تنجيستي فيه بشي فئه راه ماشي تنسيب لي انا الفئه، انا تنبغي نبين التجاوزات والخروقات اللي دارتها الاداره ولومو في جيستيونير والنقابات والنقابات، وتنعلل بهذيك الفئات اللي دائما هي اللي تستفيد. انا ما عندي حتى شي مشكل مع هذيك الفئات نهائيا، لكن تنعلل بها هذيك الفئات اللي هي استفدت. اما الحق ديالها في المطالبه بالانصاف ديال هذيك مساله اخرى، كل فئه عندها الحق باش تطالب بالانصاف ديالها. اذا هما من فتحوا باب الترقي الى السلم 11 في 2003 على الانقاض ديالنا، اعلل بان هذوك الفئات هذاك فتح باب الترقي 11 في 2003 ما كانش خاصو يتم، خاص توضع السلم التاسع في طول القيراد، وكان الترقية استثنائية. إذا خاصنا تندوزو حنا، ما هي لا يعقل حنايا ترقية استثنائية 3 سنين حنا تنتقيدو، والمناصب المالية تحدد تزيد من 3 سنوات ونتقاعدو ويطبقوا فيك الكوطة وتقاعد بالتاسع، في حين أن المتقاعد ما تطبقش فيه الكوطة، وكلشي هاد التجاوزات باش يفتحو باب الترقي 11. إذا دازو هما اللي كمل عليهم بخير، كاين اللي عنده 20 سنة مثلا فمن حقه باش يدوز لخارج السلم، من حقه. أنا ما تنهضروش على هذه الأشياء أو فئات أخرى بحال السلم العاشر خريجي التاسع فوزين 2012 2013 التجاوزات اللي دارت، الفوجين ديال 93 94 يعني التجاوز اللي دارت. أنا لا ما تنسيبليش انايا يعني هذه الفئات اللي استفدت، ولكن التجاوزات علاش يعني تستفيد وهي ما عندهاش الحق انذاك. اذا هما استفدوا ودازوا وتحينت الوضعيه الى اخره، هذيك مساله اخرى، ولكن اللي تيتحمل المسؤوليه المباشره هم النقابات ولو موفي جيستيونير. ودائما المسؤولية السياسية تتحملها وزير التعليم. إذا الآن أي تجاوزات دار وأي خروقات فاللي غادي يتحمل المسؤولية ديالها هو وزير التعليم بن موسى، باش تكونوا صريحين. وهما دائما راه حتى هما ملي تمشي عندهم للموارد البشرية إلى آخره وتتجابهم وتتجلس معاهم، سواء في المدير ديال مديرية الشؤون القانونية و يعني وفض النزاعات هي اللي تخترق النزاعات في التمويلات الخاطئه، او مديريه الموارد البشريه، تيمسحوا كل شيء. داكشي تقول لك حنا راه الوزير اللي دار كل شيء، تيمسحوه في الوزير، وهما راه هما اللي داروا، هما اللي سهروا على هذيك التجاوزات وهذيك الهم اللي كان. اذا المصالح الوزاريه المصالح الاداريه والنقابات تتحمل المسؤوليه كل التجاوزات والخروقات اللي دارت، وراهم اعترفوا بها. وحتى بن موسى طلب منهم من كانوا في جولات الحوار اللي من 17 جوله من 16 مارس حتى 25 يوليو، طلب منهم حصر جميع النواقص والعيوب والقصور والتحراميات والتشهليب
ديال النظام الاساسي ل 2003 وجميع المراسم السابقه. فهذا اعتراف صريح بان هناك كان تجاوزات من طرف الاداره ومن طرف النقابات. هاد النقابات اللي تتبجح وتخرج تقول لك حنا تندافع على الفئات المستضعفه الى اخره. حتى الان عندنا مشكل في الترتيب، ما تيرتبوش الاولويه حسب الاولويه، في حين ان بن موسى جا قال لك اسيدي درنا الدراسه ودرنا يعني ليبراليزاسيون دياغنوستيك، يعني عفوا يعني الدياغنوستيك التشخيص والدراسه والفرز والتصنيف والترتيب حسب الاولويه. ومن تنجو دابا الان شوفوا الملفات اللي دازوا ما كايناش الاولويه، ما تعطوش الاولويه للفئات الجد متضرره. فئات جد متضرره كنشوفوها انها باقه متاخره دائما، والفئات المحظوظه هي اللي دائما تستفيد. وكاينه اللي مستافده مع ثلاثه الملفات، والان ثاني مستافده ثاني يعني كاين اللي غادي ياخذ ثلاثه الرابيلات ما يكمل عليهم بخير. ولكن هنا نثير يعني الانتباه الى يعني ما كاينش واحد العداله في الترتيب. الترتيب بالنسبه للمصالح الاداريه ولا اللجان التقنيه اللي صاهره على يعني معالجه الملف المطلبي او النقابات ما تعطوش اولويه للفئات المتضرره. اذا ما عندهم خلل في الترتيب حسب الاولويه. وتتكون هناك الانانيه المفرطه، وكل واحد يضرب على كرموسو تيسوط على كبالتو. وبما ان هذوك اللي كاينين في الليجان اللي تتفاوض اغلبيه ديالهم ديال الابتدائيين اللي هما اللي تيسيطروا دائما على اللجان الابتدائيه، وهذيك الملفات اللي تخصهم هما حتى هما راه معنيين بها بحال تغيير الاطار الى متصرف الى اخره او استاذ باحث او هذوك الملفات راهم سبقوا راسهم هما الاولين وراهم داقوا مع بن موسى في 2022. قال لي هاد الملفات الانيه هي الاولى غتسبق، وصدقت هي الاولى تسبقات. اذا شنو الجديد؟ فين هما الفئات المتضرره؟ فين هما الفئات اللي الملفات اللي كانت متراكمه؟ وكاين الفئات اللي عندهم 36 سنه 38 37 سنه وهما تينتظروا. اخص بيديك ضحايا الزنزانة التاسعة، ضحايا المادة 112 المتقاعدين بالسلم التاسع 2003 2004 2005، والملف ديال ضحايا النظامين بصفة عام 10200 إلى آخره. ف يعني هذا الشيء اللي بغينا نتكلم